اهلا وسهلا اخت نهال، انت معانا على الهواء. اهلا وسهلا بحضرتك. انا سلام ونعمه حضر القسيس نزار، عايزه احيي حضرتك على اختيار موضوع النهارده، وعايزه بس اعلق قبل ما ادخل على الموضوع انه حته المفارقات بتاعت الميديا اللي حضرتك بتقولها دي، اي حد بيكتب على اختلافات طائفية سوري انا ما بعتبرهاش اي حاجة غير ان احنا بننشر غسلنا اللي مش نظيف قدام كل الناس. زي ما حضرتك قلت احنا متفقين في الاساسيات في اكتر من 90-95%، فما فيش داعي ابدا بناشد وبطلب بكل قلبي كل واحد بيكتب على الفيسبوك من فضلك خلي بالك من الحته دي لانك هتعطي عنها حساب. نفسي اتكلم عن دور الكنيسه والتوازن المطلوب لحضره القسيس، انه عدم الانخراط في العالم وفي نفس الوقت عدم الانعزاليه، لان الرب يسوع شاور على اولاده وهي دي كنيسته وقال اذهبوا واكرزوا بالانجيل للخليقه كلها متذكرين انكم ملح الارض. والحقيقه علشان اعرف ان الملح شغال وبيقوم بدوره ولا لا لازم احطه في الطعام، وعلى هذا الاساس ببني فكري ان الكنيسه لازم تكون متواجده في وسط العالم، لان لو انعزلنا اكيد هنفقد دورنا ككنيسه، ولكن للاسف لان الحاصل من بعض، وانا بقول بعض عشان ما حدش يزعل مني، بعض الكنائس انعزلت تماما واصبحت دورها سلبيا بحجه ان الكنيسه يجب ان تتفرغ للكرازه بالانجيل. طب السؤال اللي بيطرح نفسه ازاي العالم هيكتشف ان الكنيسه هي الملح وهي النور للارض بالانعزاليه وعدم التعامل معاه؟ فانا رايي الخاص المتواضع انه الكنيسه يجب ان تخرج بره الاسوار وبره الكومفورت زون منطقه الراحه بتاعتها، وتخرج للعطشانين والجعانين واللي اراضيهم مشققه وتوضح لهم صوره المسيح الحقيقيه اولا بالسلوك وثانيا بكرازتهم مباشره، انه في خلاص والخلاص ده بيسوع المسيح وحده وليس اسم اخر قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. وسمعت زمان احد الخدام المباركين المستخدمين في كرم الرب كان بيقول ان الكنيسه لا يجب ان تكون بمثابه متحف لكن بمثابه مستشفى وحضانه، نيرسري ياتي اليها المرضى عشان يشفوا والاطفال عشان ينموا في الايمان. واخر حاجه انا مش بلوم على الكنيسه لان الكنيسه افراد، ولكن انا بلوم على نفسي اولا لاني انا من افراد الكنيسه. لو الكنيسه كانت قايمه بدورها الصحيح ما كناش هنعاني يا حضره القسيس ان الانجيل والدين المسيحي يتشال من كنايسنا ومن مدارسنا ونسكت، ما كناش نعاني انه في زواج للمثليين الهوموسيكشوال ونسكت، ما كناش نعاني ان البيوت الخربانه عمال عددها يزيد بسبب الطلاقات لكل سبب الى اخره. فانا اصلي من كل قلبي ان الرب يرسل استناره خاصه لكل ابن حقيقي اليوم ويقوم بانتفاضه كجندي صالح ليسوع المسيح من خلال منبر حضرتك وبرامج اخرى جميله تعمل استناره لكل واحد. والرب يباركك. ربنا يباركك، شكرا كتير كتير أخت نهال، ربنا يباركك على هذه المداخلة.